السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبينا نفهم الناس السيستم أنتي بوليسيون هذا وطريقة النطواياج نتاعو وطريقة كيفاش تتعامل معاه وكيفاش تدير معاه. هذه سيارة أودي أسيس 2022، راكم تشوفوا فيها هذا اللي راكم تشوفوا فيه الفوق، هذا الكاتاليزر سي سي ار، تشوفوا فيه 3 ليسون تاع لا سوند نويكس. هذو هما اللي عندهم علاقة مع لا بوليسيون. هذا واش صرا له السيد هذا، دار نيطواياج للكاتاليزر تاعو للفلتر بارتيكيل. واش اللي دار؟ راح كب البرودوي منا على الديفيرونسيال وبعث البرودوي هنا وياكسيليري باش يدير نيطواياج تاعو. كي دار نيطواياج هذا واش اللي صرا له؟ راكم تشوفوا الكاتاليزر سي ار نورمالمون ما يكونش فيه البقع الكحله هادو. البقع الكحله هادو هما اللي يزيدوا في لا بوليسيون، يعني تولي تقرا لا سوند نويكس باللي كاين لا بوليسيون، باسكو هذا كيقيسوا البقع الكحله تسمى هذا راح فسد، وهذا راه غالي بزاف، ولي سوند تاعو ثلاثه هادو راهم غاليين. شحال قال لك لا سوند الاولى اللي لقيناها محروقه؟ 6000 يورو. درك السيد هذا درك تسمى راح يدخل في خساره كبيره. حنا رانا فهمناكم قلنا لكم كاينين طوموبيلات اللي تقدر دير لهم نيطواياج والكاتاليزر فلتر بارتيكيل راكب، كاينين بعض السيارات اللي تقدر دير لهم في هذه السيارات ما تقدرش دير النيطواياج للفلتر بارتيكيل وهو راكب، حتى وتحط له برودوي مليح ماشي، خطركش على هذو لي برودوي هذو لي سوند هذو كيقيسهم البرودوي ولا كيتقيسهم حاجه راح يربيو الكالكير ومع الوقت يتحرقوا ويسوطيو. لا ريجينيراسيون فورس اللي تندار في السيارات هذو اللي فيهم الكاتاليزر اي سي ار تندار ناشفه، تندار بلوتي دياغنوستيك، يعني تندار بلا فاليز، يعني دير لا فاليز تاعك وطلع لا طومبيراتير تاع الفلتر بارتيكيل تاعك ودير لا ريجينيراسيون فورسي. ولازم قبل ما دير لا ريجينيراسيون فورسي لازمك تعرف نسبه الكولماطاج، يعني تعرف نسبه الانسداد تاع الفلتر بارتيكيل. الا كان هي طالعه بزاف ما عندكش حق دير لا ريجينيراسيون فورسي وما عندكش حق تكب البرودوي وتاكسيليري. باش تتفادى الامور هذه لازمك تهبط الفلتر بارتيكيل تاعك، تنقيه، تنشفو وتركب، وكي تركب لازمك تنحي هذو لي سوند بعد ما ينشف السيستم كامل من الماء باش تركب هذو لي سوند، باسكو هذا راه فيه سيستم اوروسيس، هذا فيه سيستم اوروسيس، هذا فيه لي سوند. كاين حتى اللي تلقى فيه هذا راه فيه كاتاليزر اي سي 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 ار، فيه زوج، فيه وحده زوج، هذا راهو كاتاليزر سي سي ار، وكاين كاتاليزر اللي يجي بعد التيربو وكاين فلتر بارتيكيل ومن بعد يجي السيستم هذا. هذا هو السيستم اللي يخدم مع البيئه، هذا هو اللي يخدم مع البيئه بعد ما السياره تكون دير في لا ريجينيراسيون في المسافات الطويله، راح هذا يخدم خدمته باش هذوك لي كالامين اللي راح ينحيهم من الفلتر بارتيكيل يعاود يكونفيرتيهم هذو باش يحمي البيئه. كاينين سيارات اللي ما فيهمش السيستم هذا كيما الاورو 5، الاورو 5 رانا هضرنا باللي عنده سيستم اديتيف هو اللي يطلع على طومبيراتير للفلتر بارتيكيل باش دير الطوموبيل لا ريجينيراسيون. وين يديرها؟ يديرها ثاني في المسافات الطويله، يعني لازم السياره تمشي مسافه طويله باش دير. بصح هذا مختلف على الاورو 5، مختلف على الاورو 6، انه الاورو 6 ما يديرش لا بوليسيون خارج المدينه، لكن الاورو 5 يدير لا بوليسيون خارج المدينه، داخل المدينه ما يديرش لكن يدير خارج المدينه. انا حبيت ندير الفيديو هذا خوتي اللي عنده سياره في نفس النوعيه هذه اللي فيها الاورو 6 ما يديرش النيطواياج تاع كوب واكسيليري، كوب البرودوي واكسيليري، باسكو هذه راهي عمليه خاطئه راح تزيد لك هذو لي سوند. والسيده يصرات له العفسه، هذه راه السياره ماشي 75000، دركا راحت له لا سوند، هذا دركا ما على بالناش دركا واش هي لا سوليسيون اللي لازم يتخذها صاحب السياره. هو اللي يدبر راسو، هو حنا نهضروا له نعطيو له الامور واش كاين واش حب يدير واش ما يحبش يدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.